نروح بقى لتفاصيل اجتماع الكابتن الخطيب مع لاعبي الاهلي قبل مران اليوم. النهارده حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على الاجتماع بلاعبي فريق الاول لكره القدم في حضور طبعا اعضاء الجهاز الفني قبل المران الذي اجرى صباح اليوم بملعب التتش. الكابتن الخطيب اتكلم مع اللاعبين ووضح جدا واشار الى النتائج خلال الفتره الاخيره مش مرضيه ولا تناسب امكانياتهم الكبيره وما ترضيش طموح جماهير النادي الاهلي، وكان يجب ان تكون هناك جهود اكبر وتركيز اعلى سواء في المباريات الافريقيه او المحليه، ولا يجب ان تتكرر اخطاء الماضي، وان هم لعيبه على درجه عاليه من الكفاءه والثقه فيهم بلا حدود، وهم ايضا قادرون باذن الله على تقديم مستويات افضل وتحقيق نتائج تسعد جماهير الاهلي الوفيه. كما ان الايام المقبله سوف تشهد تحديات صعبه وتحتاج من كل فرد في الفريق ان يبذل ما لديه من جهد حتى يتحقق للاهلي اهدافه المحليه والقاريه. وعقب الاجتماع تابع الكابتن محمود الخطيب المران كاملا بصحبه الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والذي تواجد ايضا في الاجتماع مع اللاعبين اليوم.